للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم معي السيد محمد جبار العطا محافظ بغداد. أهلا وسهلا جابر العطا، أهلا وسهلا بك ونورتنا في صباح الخير يا عراق. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا أستاذ، اليوم نتحدث عن موضوع تسعيرة الأمبير من خلال المولدات الأهلية أو الحكومية الموجودة في بغداد. نلاحظ هناك اختلاف هذا الشهر عن الشهر اللي مضى، كان هناك التزام في كل مناطق بغداد تحديدا بالتسعيرة اللي ثبتتها الحكومة من خلال المحافظة أو الجهات المسؤولة. اليوم خلال هذا الشهر هناك اختلاف كبير بين أصحاب المولدات، هناك خليني أنقل لك بأمانة اللي شفناه واللي لاحظناه من خلال السوشيال ميديا ومن خلال تواجدنا بالمناطق السكنية. المشكلة تحديدا أستاذ في جانب الكرخية أكبر منها من جانب الرصافة، حيث موجود أنه التسعيرة ب 8000 الأمبير، لكن الواقع هو غير ويختلف، ومعظم المولدات جمعة وعلى 20000. إجراءاتكم اللي ممكن تتخذوها بخصوص أصحاب المولدات اللي سلكوا هذا السلوك؟ نعم، اولا ذكرت رقم 8000، شنو 8000؟ نعم استاذ، ذكرت رقم حضرتك 8000، شنو رقم 8000؟ نعم 8000 اللي هو المعلن عنه، لكن فعليا تم جمع 20000 في الامبير الواحد. وين معلن 8000؟ مثلا مناطق السيدية، هذه يعني احدى المناطق اللي انا ساكنه موجوده 8000، لكن فعليا دفعنا 20. خلا جاوبكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا ومستمعيكم ومشاهديكم الكرام. لكل شهر اكو هناك اجتماع مع الاقوى النواحي مع مرت الدائرة في الكهرباء، ويحضروا الاقسام المعنيه، السيد اللاعب الاداري يكون حاضر، معاون محافظ شؤون الطاقه يكون حاضر، 44 وحده اداريه تكون حاضره لمناقشه تفاصيل التسعيرة 9 أمبير للشهر القادم، ويكون هذا اجتماع قبل الشهر بثلاث أربعة أيام خمس أيام حسب الإمكانية، نناقش سعر لشهر قادم على المعطيات. وزارة الكهرباء ماذا تتوقع أن يكون الشهر القادم؟ ماذا خلينا نقول كمية الوقود المجهزة؟ كل هذا كل ذني نبحثين مع الاستقراء للسنوات السابقة. طبعا نعرف انه مثلا في شهر حزيران يختلف عن شهر نيسان، ويختلف عن شهر تموز، ويختلف عن شهر آذار. يعني عندنا موقف مع الاستقراء للسنوات، كم السعر العام السابق، كم الطاقة الكهربائية المحتمل تجهيزها، الامكانية وصول تشغيل الطاقات المحطات الكهربائية بطاقتها، وامكانية تجهيز المولدات بالوقود والغاز المجهز. نعم. الوقود المجهز سواء بسعر او مدعوم او غير مدعوم من قبل وزاره النفط، هذا كله يبحث. نعم. ففي الشهر السابق كان عدة سعر يختلف من شان نيسان، كان جو افضل وش اسمه ابقى شهر نيسان وشهر ايار. نعم. يختلف عن الان، ما في حزيران ومعروف العراق الحر موجود في، وفي كل سنه يصير عندنا ازمه تجهيز طاقه كهربائيه في حزيران. فتم وضع في هذا الشهر كانت عندنا احنا ثلاث فئات من شو اسمه، اكو يسموه تشغيل عادي يبدا من الساعه 12 ظهرا الى الساعه 1 ليلا. نعم. وعندنا تشغيل يسموه ليلي من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة الواحدة، عفوا الساعة السادسة صباحا. نعم. وعد تشغيل يسمى ذهبي ل 24 ساعة. الشهر السابق في آيار كان السعر نسمي 4 6 8 العادي ب 4، الليلي ب 6 والذهبي ب 8. في هذا الشهر على المعطيات الموجودة. نعم. اصبح السعر اكثر لانه نعرف ايش قد حيكون شو اسمه، فالتشغيل العادي صار ب 6، التشغيل الليلي ب 9، والتشغيل الذهبي ب 12، ماكو رقم 8000 بين ذني. تمام استاذ، اذا كنت تسمح لي عذرا للمقاطعه، لان اولا واخرا بس اسمح لي للمقاطعه ارجوك، اولا واخرا احنا ننقل هموم المواطن. احنا اليوم بنتحدث عن هذه التسعيرة الموضوعة من الحكومة من الجهات المختصة، نشوف انه كثير من اصحاب المولدات
ما التزموا بها. طيب يقولون احنا ما زودنا بمبالغ مقابل الغاز، واحنا الغاز نشتريه بشكل اهلي يعني من مصاريفهم، هم اللي يطلعوها من مولداتهم، واللي يقولون انه احنا ساعات تجهيز الوطنيه وهذا فعلا ما حصل، انه هي قلت عن الاشهر اللي مضت. طيب اين المساعده للمواطن؟ اليوم المواطن اصبح بين المطرقه والسندان، بين ابو المولده اللي يقول له اسحب وايرك وروح، وبين الحكومه والمحافظه والجهات المعنيه اللي حاطه تسعيره ما ملتزم بها ابو المولده. اجراءاتكم استاذ؟ احنا التسعيره اللي خاليه يعني حاسمين حساب، حاسمين حساب انه قسم عندهم حصه وقوديه وقسم ما عندهم حصه وقوديه، اللي عنده حصه وقوديه هاي السعر، ما اعطينا صلاحيه للوحده الاداريه قام مقام مدير ناحيه ان يعطي زياده لا تزيد عن 2000 دينار للسعر اللي ما عنده حصه وقوديه. يعني مثلا قبل يومين كنت في ناحيه الجسر وجسر دياله وسالته، قال انا اصلا السعر مالتي ما يحتاج زياده لانه يعني انا مقدر الوضعيه والطاقه الكهربائيه، فالسعر ما عندي زياده 2000 دينار. في مناطق الكرخ مثل ما ذكرت حضرتك اكو يعني فعلا اكو ازمه واللي خاف فيها اصحاب المولدات، ومع العلم هو السعر اذا كان 12 يكون السعر اذا ما عنده حصه وقوديه 18، وهذا توضع على لوحه على المولده ويدي الحساب على اذا ما عنده حصه وقوديه. استاذ كم التسعيره؟ يصير زياده 2000 يعني لكل موضوع 2000، يعني 12 يصير ب 14. نعم 12 يصير ب 14. نعم فهذا الموضوع بناء على الشكوى اللي يصير قسم قاعد ياخذون ال 14 يعتبره فترقم بالوساط ياخذ 15، هذا طبعا هو 1000 دينار يعتبر تجاوز. طيب استاذ خليني انقل لك واحده من الحالات السلبيه اللي انا شخصتها تحديدا، يقول لي هذه التسعيره مالت الدوله، تريد اني انطيك من 12 الظهر ل 12 بالليل وبيناتها استراحات، تريد ذهبي ب 20000 واكتب رقمك ووقع على مسؤوليتك، كيف الاجراء بهذه الحاله؟ لا يعتبر مخالف، الان هو ماخذ خلينا نقول حصه وقوديه سواء من دوله او مشتري من مكان، وهو يقوم بتجهيز المواطنين ومسموح له ان ينصب مولده بناء على روابط الدوله. نعم كيف يعني والله انا انصب مولده وكيف يعني يعجبني ابيع براحتي؟ هذا واقع ضمن القانون. الان هو اكو اجراءات اخرى، اكو اجراءات امانه بغداد، اكو تلويث بيئي، اكو تلويث مائي، اكو تلويث الهواء والارض، كل هاي الاجراءات يعني يكون هذا السعر يكون محسوب، يعني مو بكيفي انا ابيع. استاذ محمد خليني استفاد من الوقت معاك، احنا الاشهر القادمه اكيد درجات الحراره راح ترتفع ونتوقع انه ساعات التجهيز بالكهرباء الوطنيه تقل، كيف الاجراءات الحكوميه للحد من جشع بعض اصحاب المولدات؟ نعم احنا دائما يعني نطالب من الدوائر المراكز الشرطه، هو اكيد حيكون قام مقام المختار هو اللي يسجل الشكوى، ودوائر الشرطه تاخذ اجراءها بمعاقبه المسيء وتاخذ باجراءات امنيه، ان شاء الله الدوائر القضائيه ايضا تتساعد يعني وتاخذ يعني العقوبات تكون يعني بحق المخالفين في سبيل ما يضرر المواطن، هذا المواطن لا يدفع من جلده من كيسه من قوته اليومي، يعني لا يكون اللي جشع هؤلاء، ترى هم لا تصوري نسبه عاليه قديش انا عندي مناطق كامله يعني اكثر من يا ريت انه تكون هناك جولات مخصصه لجانب الكرخ تحديدا استاذ، لانه تعرف الكرخ ممكن انه العوائل بها شويه وضعهم الاقتصادي يختلف، وهنا تصير الاستغلال بهذا الجانب. يوميا اكو متابعه وحتى من متابعه من مكتب رئيس الوزراء وتواصل يومي وجهات معنيه من القائم مقام من الناحيه من الامن الوطني من الدوائر الامنيه يوميا وعلى مدار الساعه. نعم وانا الباحه اتصلت وياهم الساعه 5:30 الصبح، تواصل وياهم على التليفون وين وصل الموضوع وصور وموثقه واجراءات، ولكن اكو ناس يعني مع الاسف اصحاب النفوس الضعيفه جشع، ومع العلم انه بالاشهر السابقه كان السعر يعني يعني خلينا نقول ما كان اكو تشغيل، وعليه انه ذولا كان ممكن يخزنون وقود للاشهر القادمه، وممكن انه يعني ما يكون ارتفاع بالاسعار، ليش هم يستغلون الوضع يحكون على هذا الشهر والله الوقود ما حصلنا. نعم الكهرباء مجرم الشهر السابق تقريبا يعني كل كان الخامس والرابع والثالث كان انه كلها اموال تجيك بدون ذاك، وين وديتها؟ غير المفروض تخزن بها وقود
للاشهر الحاره ونسميه ازمه الطاقه الكهربائيه. استاذ محمد جابر العطا محافظ بغداد، شكرا جزيلا لك، كنت معنا في اتصال حول موضوع تسعيره الامبير الكهربائي.